هذا سؤال يقول: أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بلزوم جماعة المسلمين وإمامهم، فما هي الجماعة؟ ومن يكون إمام المسلمين للذين يعيشون في بلاد غير إسلامية؟ إمامهم ولي أمرهم من المسلمين. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، يعني من المسلمين، فيلزمون طاعة ولي أمرهم من المسلمين في كل مكان، لأن في هذا النجاة من الفتن والشرور والمخالفات. ولما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم لحذيفة بن اليمان ما يكون من الفتن، قال حذيفة: ما تأمرني إن أدركني ذلك؟ قال: أن تلزم جماعة المسلمين وإمامهم، تلزم جماعة المسلمين وإمام المسلمين، هذا يكون سلامة من الفتن بإذن الله، يكون المسلم مع المسلمين ومع إمام المسلمين في مكانه وفي بلده. نعم.